المرأة الفلسطينية في هذا الوقت هذا يعني هي أصعب فترة كتدوز كتعرفها المرأة الفلسطينية. هذه أصعب فترة في تاريخ المرأة الفلسطينية. يعني كنطلبوا من الله أنه يفرج عليها، كنطلبوا من الله أنها ما قدرش. نتمنى لها النصر والثبات. يعني باش انا ما انا عمري كانوا حل في الهضره باش نهضرش انا ولكن اذا في هذا اليوم الجميل اللي حنايا النساء كنحتفلوا به باليوم العالمي للمراه وكنفرحوا به، كاينه واحد المراه اللي هي ما محتفلاش واللي هي تعيسه وحزينه، هي المراه في فلسطين في غزه وفلسطين ككل، وحنا معها حزينين كذلك. حنايا حاسين بالاسى لاننا يعني بغيناها تكون حتى هي سعيده. كنتمنوا بالله سبحانه وتعالى يرفع عليهم هذا الضر وانهم ينتصروا في هذه الحرب الصعبه، وان الامور في البلاد الفلسطينيه وفي غزه على الخصوص ترجع كما كانت ويترفع عليهم اي ضرر. يعني الكلمات ما كتوفيش الحق ديال المراه الفلسطينيه او الطفله الفلسطينيه في المعاناه ديالها. كل ما نملكه الان الدعاء لها والدعاء باخلاص وتفاني ان الله سبحانه وتعالى يرفع الضر وينصرهم ان شاء الله وتنتهي هذه الازمه وهذه الكارثه الانسانيه.